وزارة الصحة والسكان أعلنت النهاردة عن توافر مخزون ألبان الأطفال شبيه بلبن الأم بما يكفي لمدة خمس شهور، منهم 4,765,000 علبة أطفال للأقل من 6 شهور، وأكثر من 2 مليون علبة للأطفال أكبر من 6 شهور. هل بكده تكون أزمة لبن الأطفال اتحلت؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. دكتور خالد، هل الأزمة كده اتحلت؟ اهلا وسهلا استاذ عمرو. يعني خليني اقول لحضرتك الحمد لله ازمه لبن الاطفال اتحلت من فتره مش من النهارده، لكن احنا النهارده البيان اللي صدر من الوزاره ده بيان بنطمن بيه الساده المواطنين ان في مخزون البان اطفال موجود في وزاره الصحه يكفي لمده طويله، سواء كان قبل تحت 6 شهور او لمن فوق 6 اشهر. وده الحقيقه لانه تردد كلام كتير انه لبن الاطفال زاد سعره في الصيدليات ووصل ل 150 جنيه العلبه. احنا عايزين نقول للناس بس لان احنا لبن الاطفال النهارده الدوله بتجيب لبن الاطفال بمناقصه وبتدعمه دعم كبير جدا. لبن الاطفال ده بيتم توزيعه فقط وباكد عليها من خلال وحدات الرعايه الصحيه الاساسيه التابعة لوزارة الصحة أو منافذ بيع الألبان، ودول 1005 منفذ على مستوى الجمهورية. إحنا عندنا النهاردة رصيد من اللبن اللي تحت سن الست شهور 4,700,000، واللي فوق سن الست شهور 2,060,000 علبة. كويس؟ فالألبان دي موجودة، أي حد بيتوجه للمنفذ بشهادة الميلاد وحقه الكامل إن هو يصرف اللبن من الوحده الصحيه او المنفذ التابع له برقم البطاقه. كان تردد كلام اخر انه الالبان دي علشان هي موجوده يعني بكثره عندنا فممكن تاريخ صلاحيتها يعني يبقى يقرب على الانتهاء، الكلام ده مش صحيح. احنا عندنا الالبان لما بيتم توريدها بيبقى تاريخ صلاحيتها عام ونص من تاريخ دخولها البلد، وبالتالي هي لسه فيها وقت طويل جدا. فمخزون الالبان متوفر، المواطنين يتوجهوا. وكمان طب ما فيش صعوبات، عفوا يا دكتور خالد، ما فيش صعوبات بتمنع يعني العديد من الاسر من صرف الالبان المدعمه؟ كان في صعوبات قبل كده في الشروط اللي الام المفروض فيها تحتاج الالبان، شروط صحيه. الحقيقه معالي الوزير كان اصدر قرار والكلام ده من حوالي 6 شهور، ويعني ذلل الصعوبات دي بناء على شكاوى المواطنين انه كان في صعوبه في الصرف او الشروط بتبقى صعبه. فالحمد لله القصه دي انتهت. يعني دلوقتي حضرتك لو تعرف هتشوف شهاده الميلاد الام بتقوم بتقدمها للطفل، وعلى طول يعني اذا كانت الام بيتم الكشف عليها سريعا ان هي فعلا مش قادره انها ترضع طفلها او توفر له لبن، على طول بيقوم بصرف اللبن. مع الاخذ في الاعتبار برضو ان احنا بنوعي الناس والامهات انه الرضاعه الطبيعيه هي الاساس. نعم. حتى لو يعني عشان ده حفاظا على صحه الاطفال. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه.